لو الحكاية فيها إن فيتو. برحب بدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات ونائب مدير مستشفى حميات إمبابة الأصدق. في البداية دكتور، عاوزين نعرف من حضرتك نبذة مختصرة عن فيروس كورونا المنتشر حاليا. هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، فيروس كورونا فيروس يعتبر من الفيروسات الحديثة مجهولة الهوية بشكل كبير حتى الآن. اكتشف لأول مرة في عينة من عينات الدم لمال مصابة في السعودية في أوائل التسعينات من القرن الماضي، والموضوع وقف على كده. وبعدين ابتدى فجأة لقينا إن في شبه بؤرة بتنتشر بالتدريج بداية من 2012. كان في أول حالة اكتشفها برضو طبيب مصري يعمل في المملكة السعودية، وأن عندها أعراض بتبقى عبارة عن ارتفاع شديد جدا في الحرارة بصورة رهيبة، مع كحة وآلام في العظم والعضلات وسعال شديد وإجهاد عام وإسهال وآلام معوية، وإن الحالات دي في تفاقمها ممكن إنها توصل لالتهاب رئوي مميت أو قاتل. الفيروس ده المواصفات دي كانت موجودة في فيروس السارس اللي احنا كنا بنعاني منه في العالم في جنوب شرق آسيا وخاصة هونج كونج في أوائل القرن 21 سنة 2002-2003 تقريبا. هو فعلا بيتداول دلوقتي إن فيروس كورونا بيطلق عليه فيروس سارس السعودية. تمام، فهو عشان كان الأعراض مشابهة وقريبة من موضوع السارس، وكانت برضو بدون مقدمات. السارس برضو كان بدون مقدمات، يعني واجه التشابه بين سارس وكورونا اللي بيظهر فجأة بؤرة من العدوى في الجهاز التنفسي بأعراض تشبه الانفلونزا، والأعراض دي بتكون عنيفة جدا أعرف من الانفلونزا العادية بشكل كبير، وإنها ممكن تؤدي لالتهاب رئوي قاتل. فكانت نسبة الوفيات لأنها كانت عالية في السارس برضو حصل انه مع ان في حالات تصاب وتتوفى في المملكة السعودية وشرقها على وجه الخصوص في منطقة الخبر والمنطقة الشمالية. اتسمى بشبيه السارس في الاول، يعني مرض عندنا منتشر شبه السارس يا اطباء في دولكو، وبعد كده ابتدوا ان هم سموه سارس السعودية لانه كان في السعودية بالسي او بالذات يعني في الاول. طبعا بعد كده انتشر في اماكن كثيره، بس برضو جغرافيا غريبه، يعني الحالات اللي تم رصدها كانت لغايه دلوقتي في العالم في السعوديه بقدر اكبر، اكثر من 60% من الحالات، 70% من الحالات في العالم كله في السعوديه. في الامارات في 9% من الحالات، وبعدين في عندنا بعد كده في حالات اتوصفت في حالات ايجابيه في الاردن، في الصين، في جنوب شرق اسيا، في الدول الاوروبيه، في بعض الدول الاوروبيه زي فرنسا وامريكا. طيب هو بيتم يعني الحاله دي، هل المواطن اللي حصل فيه العدوى دي كان متواجد في السعوديه او في منطقه الخليج؟ بما ان هو بيشتغل هناك، هو مهندس مصري بيعمل هناك، يعني برضو لا يجب ان نؤكد على ان الحاله لم تكتشف في وسط المواطنين. دي الحاله المصريه اللي ظهرت، او الحاله المصريه. واول حاله اكتشفت هناك عندهم في السعوديه كانت سعودي، وكانت في شرق السعوديه، اللي اكتشفها طبيب مصري هنا في الحاله بتاعتنا دي، فالمريض مصري الحالي. لكن اول اكتشاف لاول حاله كورونا اللي هي كانت حاله، هل السعودي اللي تم يعني اول حاله تم اكتشافها في العالم كانت السعودي؟ وتم اكتشافها طبيب مصري. هل المواطن السعودي ده كان بيتعامل مع الحيوانات او الجمال، بما ان الجمال هي اللي كانت وارد، لان المنطقه كلها هناك في السعوديه، يعني الجمل ده والحصان عندهم حاجه مقدسه وحاجه عزيزه قوي، وزي ما بنشوف كده في العادات بتاعتهم في المناسبات بتاعتهم دايما الرقص والجمال، وفي حد هناك راعي للجمال والكلام من ده، يعني القصص دي كلها. والجمل ده معروف ان هو في السعوديه اساسا في سفاكي الصحراء، فمش سؤال مش صعب يعني ان احنا نقول ان هو كان ليها علاقه، وكنا برضو مش عارفين العلاقه ملتبسه، يعني ليه الجمل وليه ايه العلاقه بين الجمل والانسان. لغايه دلوقتي لم يتم وصف الدقيق لسبب ان في ارتباط بين الجمل وبين المرض، او المنطقه بتاعت شرق السعوديه بالذات لانها تكون هي البؤره الاساسيه. لا نعلم حتى الان، الايام هتوري
بعد كده من كل ما تشوف حالات هنبتدي نشوف ايه السبب، قد يكون في كلام تاني مختلف تماما. يعني الدول، معظم الدول اللي حضرتك قلت لنا عليها دول مناخها حار، في منها اللي هو مناخه حار، وفي منها اللي مناخه استوائي هونغ كونغ، وفي منها اللي هو بارد يعني هو منتر، وفي منها اللي هو مناخه ثلجي زي الانجلترا. ازاي؟ لكن معظم الانتشار كان في الدول ذات المناخ الحار. بالظبط 70% كانت في شرق السعوديه بالذات، ومنطقه شرق السعوديه دي اللي هي شرق السعوديه والكويت والامارات والمنطقه دي الحراره فيها بتبقى اعلى درجه حراره في العالم كله. دي كانت حاجه غريبه. هل وجود مياه الخليج المالحه جنبهم ليها سبب؟ يعني ده بقى ضمن احنا الاطباء خبراء المواضيع بيبتدوا يحطوا الداتا دي قدام منهم ويشوفوا يجمعوا بين الحاجات دي ازاي؟ هل في علاقه بين المنطقه جغرافيا؟ هل في علاقه بين الحيوانات؟ هل في علاقه بين مستوى غذائي معين؟ هل في علاقه بين ادويه معينه؟ هل كان في حد خد تطعيمات ملوثه وتحول الفيروس معاها؟ هل حصل في نوع من التجربه المخابراتيه للميكروبات في المنطقه دي بشكل ما؟ هناك في مركز، اكبر مركز للجيش الامريكي والطاقم السلاح الامريكيه خارج امريكا في منطقه قطر وبتزود المخابرات الامريكيه، فهل في شيء هناك تسرب من عندهم؟ كل شيء دوت يعني لا نجزم به ولا ننوه به، لكن كل شيء محتمل في البدايات. احنا لسه في البدايات. طبعا الحاله لما المصريه ديت كان مريض دخل مستشفى في الرياض، وهو يعمل في الرياض مهندس مصري 27 عام، وباعراض سعال وكحه وبرد وعطس وانفلونزا وخروج فرداق من انفه واسهال والام في البطن وكسر وفشفش ودشدش ومعاها كحه، وتفقوا خدوا منه عينات وتفقوا عضل ودنا وتفقمت الحاله بسرعه، عملوا له اشعه وسط الحاجات اللي طبعا شيء روتيني. ولازم هنا برضو اكد على انه من دور اطباء مصر الرئيسي مش انه يبعت العيان لمعمل تحاليل او يبعته لمعمل مركزيه تاخد منه عينه. كل الكلام ده كله كلام هيضيع وقت طويل. بالظبط. يعني ممكن حضرتك تشرح لنا ايه الاجراءات اللي ممكن وزاره الصحه تقوم بيها لحد انتشار الفيروس؟ هي وزاره الصحه عليها دور، والمريض عليه دور، والمجتمع عليه دور، والطبيب اللي في العياده الخاصه او في المستوصف او في المستشفى الصغيره او في الوحده النائيه في اي مكان، كل مش مصر مش كلها القاهره. تمام طبعا. فالناس ديت بيحصل انه دور الدوله طبعا انها على طول بتبتدي بتنسق مع وزاره الصحه العالميه لعمليه الترصد اللي هو ان احنا يكون في مسؤول في كل مستشفى حكومي مصري وخصوصا في مستشفيات الحميات ومستشفيات الامراض الصدريه بانه هو الترصد بتاعه للحالات المشتبهه اللي هي في عندها حاله عاليه ومعاها اعراض صدريه، وبعدين بعد كده الحالات اللي معاها اشعاعات بالذات فيها اشباه التهاب تعزم المستشفيات، والحالات دي بيتاخد منها عينات وتطلع على المعامل المركزيه وتتحلل في نفس الوقت على طول خلال 24 ساعه باذن الله من التحليل. الناس اللي هي مرضى يجب ان تغادر المستشفى الا وهي شافيه تماما. الناس بقى دورها المفروض عليهم ان هم يعملوا يبتدوا ان هم اي مريض عنده اشتباه برد او نزله انفلونزا بالعدد اللي قلنا عليها والناس كلها عارفاها انه يبتدي يعمل لنفسه كنترول، ما يخرجش من البيت، لازم يروح على الاقل اسبوع لاي حد يحس بسعال او كحه او حراره، ومعاها اكل يكون متوازن اللي هو الفواكه الطازه والمشروبات الدافيه والاكل الخفيف المعقول، وما فيش اسراف في التدخين يجب الامتناع عنه، التوابل والشطه. يعني حضرتك تنصح باكلات معينه او نوع من الاكل معين او الفواكه بالنسبه للاطفال وبالنسبه للكبار؟ اهم حاجه البرتقال، البرتقال بالذات فيه فيتامين سي بكميه غزيره وواقي جدا من زود مناعه الجسم للامراض الفيروسيه عموما، وهو رخيص جدا، ما بيطلبش وجبه مكلفه ولا وجبه غاليه، ولا مطلوب انه يكون كل يوم بياكل جمبري ولحوم وفراخ وكلام من ده، لا احنا بنقول ان هو يفطر الفطار العادي بتاعه بس يبعد عن التوابل والشطه، ويتغدى خضار سوتيه اللي هو العيان مع لحوم وفراخ خفيفه وشويه سلطه خضراء وبرتقالتين وفنجان شاي وبالليل بتعشى جبنه. دي الوصفه اللي هي للمريض. البني ادم العادي يقلع عن التدخين، عدم الاسراف في الاكل الدسم، الابتعاد عن الاكلات اللي فيها توابل وشطه، والابتعاد عن الاماكن المزدحمه، والامتناع تماما عن زياره اي مريض
واشتبه ان يكون عنده حاله كحه حتى يتضح عشان ما تنتشرش. المريض اللي عنده العدوى بقى في البيت بيكون يتعزل في اوضه لوحده او في مكان لوحده بعيد عن قرايبه، ويكون جنبه شباك مفتوح علشان يهدي رجل الهواء باستمرار للتهويه. الطبيب يجب ان هو يتعامل مع كل الحالات اللي هي بتجيله المستشفى او العياده الخاصه بجديه جدا، ويبقى واعي قوي ان قدام منه ممكن يكون حاله متفاخمه للصدر، وان هو لازم يطلب من كل مريض يجيله عنده مشاكل في صدره محتمله او ضعيفه انه يطلب منه اشعه على الصدر عشان تبقى حاسمه، ويتابعه بجديه يوميا، مش يديله زياره بعد اسبوعين او على شهر او كذا، لانه هيبقى ده محتاج عنايه سلبيه قريبه. اذا كانت حالته فيها اي شيء يدعو الى ان يكون الدكتور يشتبه ان في اي التهاب رئوي، على طول يبادر الدكتور في عيادته الخاصه او في اي مكان موجود انه يبعت المريض دوت لاقرب مستشفى صدر او اقرب مستشفى حميات. يبقى كده ده الدور اللي هو بتاع الدوله والمريض والشعب والناس والمجتمع. هو حضرتك تكلمت برضو ان في تشابه كبير قوي في الاعراض الاوليه ما بين الفيروس وما بين فيروس الانفلونزا العادي. انا لو مواطن عادي ازاي ابتدي افرق بين الفيروس ده وبين الفيروس ده او اصابتي بالكورونا، وابتدي اروح لاقرب مستشفى حميات او اقرب مستشفى؟ انا مش هقدر افرق ولا الدكتور هيقدر يفرق. اللي هيفرق يبقى مبدئيا الاشعه، الحاله العنيفه اللي عليها المريض، الحاله العنيفه اللي عليها المريض اللي بيقررها المريض من الاعياء الشديد، واللي بيشوفها الدكتور من الاعياء الشديد عند المريض، والحراره العاليه وحاله النهجان والكحه الشديده. دي الاربع كلمات اللي احنا بنقول للمريض لما يلاقي نفسه بينهج ويلاقي نفسه مش قادر يبذل اي مجهود، وان الحراره ما فيش سيطره عليها، تبقى دي علامه من علامات الانذار، خطر جدا، يجب ان نتوجه بسرعه لاقرب مستشفى. وبتتشابه الاعراض دي ما بين الاطفال والكبار ولا؟ طبعا بس ما بتبقاش كده زيها زي اي حمى. اتكلمت ان في تشابه كبير ما بين الانفلونزا العاديه وانفلونزا الكورونا، فازاي المواطن العادي يقدر يفرق ما بين اللي هو المرض؟ احنا قلنا ان هو انفلونزا العاديه هي اعراض معروفه للجميع بان بيكون معاها حراره عاليه وكحه وسعال وتكثيف الاعضاء، لكن الاعراض دي مع الانفلونزا مع الكورونا، مرض الكورونا او حمى كورونا او اسمها متلازمه الكورونا، متلازمه صدريه بتصيب الصدر اساسا، بيبقى فتره حضانه الميكروب حوالي 12 يوم، يعني ما هياش 3 4 5 ايام زي الانفلونزا. الانفلونزا اقل بكتير، اقل من 12 يوم بكتير، يعني انا لو خلطت عيان عنده انفلونزا خلال 4 ايام هتكون حصلت له ظهر عليا، لكن لو خلطت عيان عنده كورونا هيبان عليا في بعد 10 ايام. الحاجه الثانيه انه الاعراض اللي مع الكورونا تبقى اعراض شديده جدا وعنيفه جدا، ارتفاع مضطرد في الحراره 40 41 بسرعه، ولا تنزلها صعب، يكون معاها اعراض اعنف في الام العظم والعضلات، بتاثر على اي اجهزه اخرى في الجسم، بتاثر على الكليتين وبتاثر على الجهاز الهضمي، وتعمل نوع من الارتباك الشديد والغازات القويه الشديده، وبيحصل معاها مشاكل في القلب برضه للضربات القلب السريعه، غير انها الهدف التارجت الاساسي لهذا الوحش هو الرئتين اللي بيصيبهم بالتهاب رئوي. تمام. اي نصيحه حضرتك بتحب توجهها للمواطن المصري؟ النصيحه للمواطن المصري ان هو يعني يستغل وجود الكورونا مش للذعر والقلق، ولا يستمع للشائعات، عايز يتابع اي حاجه يتابعها عن طريق التصريحات بتاعت وزاره الصحه العالميه عشان ما يبقاش في عندنا بلبله في هذا الوقت. النصيحه الطبيه ان هو تجنب السهر في اماكن مفتوحه بارده، تجنب التواجد في اماكن مزدحمه ممكن يكون فيها العدوى سهله، ابتعد عن الطبولات باي شكل من الاشكال بشكل صارم جدا، امتنع عن التدخين تماما على الاقل هذه الفتره لغايه ما تتضح الرؤيه، مش عاوز اسراف في الاكل في توابل عشان ما يبقاش في معاها اصابه بشكل معينه، عاوز اسراف في شرب السوائل الدافيه، واسراف في الفواكه الطازه وخصوصا البرتقال، والاسراف في الفواكه، تفتيح الشبابيك، التعرض للشمس الطبيعيه فتره معقوله من اليوم، تجنب مخالطه المريض اولا واخيرا، امتناع تماما عن زياره اي مريض في اي مستشفى عنده شكوى صحيه او تنفسيه ايا كانت وايا كان اسمها، برد او التهاب رئوي. في النهاية بنشكر حضرتك جدا دكتور سمير العنتر استشاري الحميات ونائب مدير مستشفى حميات امداد الأصبق، بنشكرك جدا على تواجدك معانا في بيت النظر.